في الأرض المقدسة وبدعوة من رعية القديسة كاترينا وشبيبة ماري فرانسيس في بيت لحم، أقيمت على مسرح الكلية سهرة تأمل وصلاة مع مراحل درب الصليب بحضور عدد من الأباء الكهنة وحشد كبير من أبناء الرعية. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. آهن لو كنت هناك. هذا هو العنوان الذي اتخذته رعية كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم وشبيبة ماري فرانسيس من جميع الفئات لسهرة تأمل وصلاة ترانيم لمسرحية درب الصليب التي أقيمت على مسرح كلية ترسنطة بحضور الآباء الأجلاء والراهبات وحشد كبير من المؤمنين وإشراف الداعم الرئيسي الأخت فايزة عياد والمرشدة الروحية الأخت أنا سلوى والمخرج سامح شاهين. هذا اللي شفناه الألام، التأمل في ألام يسوع اللي بخلينا فعلا نقدم له ألامنا اللي عم نعيشها هلأ وقت الحرب في غزة، الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم بيعيشوها العالم، الفقدان السلام في هاي الأرض. عم نشوف انه مع يسوع المسيح كله مع يسوع المسيح بنمتلك قوة وقدرة إلهية انه نعيش رغم هاي الظروف وكل وعينينا للسماء وأملنا انه يوم من الأيام زي ما انتصر بقيامته على الموت ينتصر على الأفكار الحروب وأفكار الشر اللي العالم عم بيمشي فيها بدون ما يفكر برسالة يسوع: أحبوا بعضكم بعضا وليس من حب أعظم أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. هالرسالة الخلاصية اللي بيعلمنا إياها زمن الأربعين من خلال تأمل في يسوع وألامه ومن خلال الفرح بقيامته وامتلاك رجاء جديد كل ما نتأمل بهاي القيامة. بالتعاون مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى وجوقة الميلاد بقيادة الأستاذ جوزيف حزبون وجاني أبو عقلة، حيث أقيمت مراحل درب الصليب 14 من قبل أعضاء شبيبة ماري فرانسيس، مثلت بطريقة رائعة طريقة الألام والعذاب التي ذاقها السيد المسيح قبل صلبه على الصليب حتى قيامته من بين الأموات، مع مرافقة تراتيل الألام طيلة العرض والتي نالت إعجاب الحضور. اليوم بصراحة مع شبيبة بكل فئاتها حبينا إنه نساعد الرعية ونقدم لها نهار مميز يلي من خلال التراتيل والتمثيل والحركات إنه نحاول نجسد أحداث الألام، فهي مشاركة منا لحتى إنه نساعد الرعية لتعيش هاي الأجواء المميزة. طبعاً إحنا دخلنا باحتفالات الأسبوع المقدس، وواحدة من عناصر المهمة في هذه الاحتفالات هي رياضة ضرب الصليب والتأمل في ألام المسيح. ففكرت الرعية مع سير فايزة القائمة على هذا المشروع بأنه نعمل درب الألام يوم الاثنين بطريقة مميزة، واتصلت معي فاستعددنا مع الجوقة على تراتيل وحضرنا هارموني لفرقة بالتعاون مع معهد إدوارد سعيد للموسيقى، فبالتالي اليوم إن شاء الله رح تكون ختام كل هاي الاستعدادات مع سير فايزة مع الجوقة مع الفرقة. انتهى العرض بأجواء من الحزن والألم والفرح، حزن لألام المسيح على الصليب وألم بموته وفرح لقيامته من بين الأموات. لنرسات مارلين الحدوة من مسرح كلية ترسنطة بيت لحم.